أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. المعاصي أعاذنا الله منها شيء قبيح المنظر كريه المخبر، ولكن هذه المعاصي ليست سواء في قباحتها ودمامة وجهها. هناك كما يقول العلماء معاص صغائر، كما أن هناك معاصي كبائر. المعصية الصغيرة مثل كلمة اللغو يقولها الإنسان وهو يلهو، أو مثل النظرة الخائنة تتحرك بها الشهوة الجنسية ثم تتوقف. إن هذه الصغائر إذا وقعت من الإنسان فرب العالمين ينظر إلى هذا الإنسان، ترى أهو مؤد للواجبات المفروضة عليه؟ أهو تارك للكبائر التي نهي عنها؟ فإن كان مؤديا للواجبات المطلوبة وتاركا للكبائر المرغوبة فإنه أهل للمغفرة. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ويقول أيضا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وليس معنى ما قلناه أننا نستهين بالصغائر، فكما يقول الحكيم: لا تنظر إلى صغر ما فعلت، ولكن انظر إلى جلالة من عصيت. فإن النظر إلى جلال الله يجعلك تستحي من معصيته بصغيرة أو بكبيرة. ثم إن المعاصي الصغائر إذا تكاثرت ربما أهلكت الإنسان وجرأته على ارتكاب القبائح والفضائح. وكما يقول الحديث في النظرة، والنظرة خطأ صغير كما قلنا، لكن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، تجر ما يقول فيه علماء النفس تداعي المعاني، يتبعها من تلويث النفس بالأفكار المعوجة والمنحرفة ما تسود به سريرة الإنسان. وكما يقول الشاعر: لما هذا النظر؟ وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. خير لنا أن نصون أنفسنا من هذه النظرات الخائنة لكي نبتعد عن البلاء كله. هذا في الصغائر. أما في الكبائر فإن الكبائر أنواع. هناك كبائر تتصل بحقوق الناس، ربما مست الدماء والأموال والأعراض، ومن حق المجتمع أن يحارب هذه الكبائر. ومن حق الله على الإنسان إذا ارتكب شيئا لا يليق من هذه الكبائر أن يتوب عنها ويتخلص منها. والأساس في هذا الموضوع أن المؤمن بطبيعته يخطئ، كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، لكن خطيئة المؤمن تولد ميته لأنه يشعر بأنها خطيئة ويحس قبحها ويرفض أو يكره أن يعرف بها، ولذلك يسر بها أو لا يحب أن ينكشف إذا فعلها. وفي الحديث: من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله. ولكي يعرف الشباب ويعرف الناس
خطورة المجاهرة بالكبائر نذكر هذا الحديث وهو من رواية البخاري. الحديث: يلقي الله كنفه على عبده يوم القيامة يقرره بذنوبه، يقول له: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا. هذا بين الله وعبده، أهل الموقف لا يشعرون، فإن الله ألقى كنفه على عبده. فيقول العبد لربه: يا رب، لكنك سترت علي في الدنيا. فيقول الله له: سترت عليك في الدنيا وأستر عليك في الآخرة. أما من فضح نفسه، وأما من جعل جريمته تشهر به لأنه لا يبالي بها، فتنطبق عليه الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. نسأل الله أن يعيذنا من الافتضاح، وأن يسدل علينا أستاره. وأنصح الشباب ممن يخطئ بأن يكتم على نفسه إذا ستر الله عليه، فإنه كما جاء في الحديث من المجانة أن يرتكب أحدكم ذنبا يستره الله عليه فيصبح يكشف ستر الله عنه، يقول: فعلت كذا وكذا. إنه يفضح نفسه ويسجل الجريمة عليه. الكبائر هنا قسمان: قسم سماه العلماء معاصي جوارح، وقسم آخر وهو الأخطر سماه العلماء معاصي القلوب. فما معاصي القلوب؟ معاصي القلوب هي معاص رسبت داخل النفس الإنسانية واتصلت بكيان المرء، فأصبح المرء بها مستكبرا أو عنيدا أو بخيلا أو جبانا، له رذائل نفسية. أما معاصي الجوارح فهي معاصي تشبه انحرافات الغرائز من معدة، من نواحي جنسية، من سرقات. ضرب العلماء مثلا للغريزة لمعاصي الجوارح بمعصية آدم، ولمعاصي القلوب بمعصية إبليس. معصية آدم نشأت عن انهيار في إرادته، عن غفلة عرضت لذهنه، ولقد عدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فلما نسي وضعفت عزيمته وقع في المعصية. فلما ذكر بأنه عصى الله قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه معصية آدم، أو معصية الجوارح، أو معصية كل إنسان يرتكب ذنبا ثم يقول: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما معصية إبليس أو معاصي القلوب، أساسها الفخر، الرياء، الكبر، الحسد، الغل، الذهاب بالنفس إلى غير هذا. هذه معاص تشبه معصية آدم، وإذ قلنا تشبه معصية إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأستأصلن هذه الذرية. فهو يعصي عن تبجح، وعن معرفة بما يفعل، وعن استباحة لما وقع منه، وعن إصرار. هذا نوع من المعاصي خطير جدا، وخطره على الإنسانية كبير. فالواقع أن إنسانا مريضا بالحسد أو مريضا بالكبر إذا تولى منصبا إداريا كان حسده وكان كبره سببا
في أن يعادي أهل الكفايات، وأن يقدم للمناصب أهل العجز والملك، وأن يفسد الأمة بالطريقة التي يمشي بها. أغلب فساد الأمم جاء من أناس لهم كبر ولهم حسد ولهم شعور بذاتهم لا يبالون به شيئا آخر. في كلام العلماء، علماء التربية، أن معاصي القلوب لا توبة لها إلا بإزالتها هي. بمعنى أن إنسانا جبانا ينبغي أن يقول كلمة الحق لكنه جبان، عالم ينبغي أن ينصح لكنه ضم فمه وأغلقه وأبى أن يحرك لسانه بكلمة الحق، جبان، هل يغني عنه أنه يصوم الاثنين والخميس مثلا؟ لا. هل يغني عنه أن يكثر أو يدمن تلاوة القرآن الكريم؟ لا. لا بد من إزالة الرذيلة التي استكنت في قلبه، وهي الكبر أو الجبن أو العجز. واحد عنده غنى ولكنه بخيل، لا يريد أن يؤدي حقوق الله ولا حقوق الناس، هل تلاوة القرآن أو كثرة الركوع والسجود تغني عنه؟ لا. عبادته الأولى أن يقترب من الناس بالبذل والسخاء، إطعام الطعام وإفشاء السلام. عبادته الأولى السخاء الذي يقتل جراثيم البخل في دمه. هذا المعنى يجب أن نعرفه عندما نحلل المعاصي والذنوب التي تقع من الناس. أقصد بالتحليل هنا ردها إلى عناصرها الأولية وبيان الأسباب التي نشأت عنها. أخطر المعاصي معاصي القلوب، أما معاصي الجوارح فإنها أقرب إلى المغفرة من غيرها. والإنسان إذا لوث فالغبار القليل يمكن أن يزول بماء قليل، أما إذا وقع في ثوبه درن غليظ فإنه يحتاج إلى غسل متتابع. نسأل الله العافية، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.